في غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بلغت 41,495 قتيلا على الأقل في قطاع غزة. قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 95,006 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول حاوية من الجانب الإسرائيلي تضم نحو 88 جثة مجهولة الهوية لفلسطينيين من القطاع. قالت الوزارة أنها أوقفت إجراءات استلام الجثامين إلى حين استكمال البيانات والمعلومات حولها ليتمكن ذووها من التعرف عليهم. ناشدت الصحة الصليب الأحمر الدولي بالقيام بمهامه بخصوص استلام وتسليم الجثامين لتوفير بيانات كل منها والمناطق التي أخذت منها. ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا محمد بعلوشة. محمد، تطلعنا بالبداية على آخر التطورات والقصف الجاري وأين يتركز؟ في كافة مناطق قطاع غزة التركيز على إسرائيل ليس في منطقة بعينها، ولكن ربما في المناطق الجنوبية عدد الضحايا أكثر. عندما نتحدث مثلا عند منطقة رفح، كانت هناك عدة استهدافات أوقعت 11 ضحية حتى هذه اللحظة جراء استهداف 4 منازل، كان 3 ضحايا في منزل ومنزل آخر 3 ضحايا، وأيضا منزل كان عدد الضحايا فيه قرابة 4 ضحايا ومنزل ضحيتين. في منطقة خان يونس أيضا، خاصة في المناطق الشرقية، جراء القصف المدفعي الذي لا يتوقف طوال اليوم وفي بعض الأحيان يكون إلى أبعد من المناطق الشرقية إلى ما يقرب من وسط محافظة خان يونس، أوقع حتى هذه اللحظة 5 ضحايا. في المنطقة الوسطى أيضا كان اليوم التركيز على مخيم البريج، حيث استهدافات متتالية كانت في عدد من المنازل، خاصة منزل في وسط مخيم البريج أوقع 6 ضحايا. في مدينة غزة لربما كان لافتا تقدم الجيش الإسرائيلي في عدد من المحاور في منطقة حي الزيتون وحي تل الهوى، والقيام بأعمال تجريف وأعمال نسف للمباني السكنية، وهذا الأمر يسمع صداه في كافة أرجاء مدينة غزة. هذا النسف الذي لا زال متواصلا منذ ما يقرب من 40 يوما، مدة توغل الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، حيث كما ذكرنا في عدد من المداخلات يقوم الجيش الإسرائيلي بمحاولة إفراغ شمال موقع نتسريم، لربما تمهيدا لعدم إمكانية المقاتلين الفلسطينيين من التقدم حتى موقع نتسريم والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي كما جرى في أكثر من مرة، وبالتالي كان هذا التوغل الذي لا زال متواصلا في تلك المنطقتين اللتان تعدان المنطقتين الأكبر في مدينة غزة من حيث المساحة وأيضا من حيث عدد السكان الذين يقطنون في تلك المناطق. في المناطق الشمالية انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت متوغلة في مناطق غرب شمال غرب بيت لاهيا، كانت قد توغلت لمدة يوم واحد، قامت خلاله بتجريف ما يقرب من 500 دنم. هذه الدنومات كانت أو كان المزارعون الفلسطينيون يحاولون استزراعها لبعض المحاصيل في محاولة لإيجاد سلة غذائية للمواطنين في ظل المنع الإسرائيلي لإدخال كافة المواد ومن ضمنها الخضروات، وبالتالي هذا التجريف يؤدي إلى فقدان المزارعين الفلسطينيين وكذلك المواطنين الذين لا زالوا يقطنون في مناطق غزة والشمال لهذه السلة الغذائية. 500 درهم كانت ستكفيهم بشكل كبير، خاصة إذا ما تحدثنا أننا على أبواب فصل الشتاء، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى ذلك التخريب، بالإضافة لاستمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف عدد من المنازل في منطقة الشمال، خاصة في منطقة الدوالم، و17 أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين إجمالا، ما يقرب من 23 ضحية حتى هذه اللحظة منذ ساعات الفجر نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، إذا كانت للمنازل وإذا كانت على أعمال التجريف والتخريب فهي في أكثر من منطقة في الشمال، في جنوب مدينة غزة وأيضا في مدينة رفح. على صعيد القتال بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، قالت كتائب القسام أنها ستنشر خلال الساعات القادمة استهدافها لرتل من الدبابات العسكرية المتوغلة ومن قوات الإمداد للجيش الإسرائيلي،
استهدفت فيه عددا من هذه الآليات المتوغلة وأوقعت فيها كما قالت عددا من القتلى نعم والجرحى نتيجة هذا الاستهداف فيها. واضح، شكرا لك محمد بعلوشة، كنت معنا من قطاع غزة.